ألف مبروك النجاح، ألف مبروك النجاح، ألف مبروك النجاح. يظل النجاح بكافة أشكاله ومن أجمل المشاعر التي يشعر بها الإنسان، سواء كان النجاح في العمل أو في الدراسة أو في الحياة عموما. هذا شعور رائع يأتي بعد تعب شديد ومثابرة لسنوات، لذلك فهو لم يأتي بالسهل. إذن لابد أن تكون الفرحة فرحة النجاح لا توصف. أقول لأبنائي أحبائي تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا، هنيئا لكم على هذا النجاح، هنيئا لكم على هذا التفوق. نحن فخورين بكم، فخورين بعطائكم، باجتهادكم، بتفوقكم، بمثابرتكم. الأباء ديالكم فرحانين بكم، فرحانين بكم بزاف، وحنا فرحانين بكم بزاف. وكنتمنى أن إن شاء الله هاد النجاح ديالكم يستمر للسنوات المقبلة إن شاء الله، ويستمر حتى في الحياة ديالكم الشخصية وفي الحياة ديالكم العملية، كما هو الحال في حياتكم الدراسية. هنا الفرحة راها كبيرة بزاف ديال النجاح ديالكم، فرحتنا لا توصف، لأن بعد السهر والتعب المتواصل خلال هاد الفترة ديال الدراسة ففرحتونا بهذا النجاح، فرحتونا بهذا التفوق، فرحتونا بهذا الإصرار على التميز وعلى النجاح، اللي طبعا غادي يشعركم ويشعرنا بالسعادة البالغة، لأن هذا النبأ ديال النجاح فهو دائما كنكونوا كنتظروه وحنا على أحر من الجمر. كانوا الأمهات، أغلبية الأمهات والآباء كلهم عاشوا هاد تلت أيام في حالة هلع وفزع وانتظار وترقب باش يعني يعرفوا النتائج ديال الوليدات ديالهم. طبعا تحنا معهم عشنا نفس الترقب، نفس يعني التوتر، والحمد لله هاي انتهت أيام التعب وحفظ الدروس وال يعني السهر والعناء باش تشعروا بهذه الفرحة الكبيرة اللي هي فرحة النجاح، اللي هي ما لا تقدر بثمن. هذه الفرحة اللي هي كتعتبر بحل الحفر على الصخر، لأن باش تقدر توصل لابد أنك تحفر مزيان على الصخر وتتعلم أنك تبذل واحد المجهود كبير باش أنكم تنجحوا. وأكيد أكيد أكيد النجاح غادي يكون عنده واحد طعم رائع وطعم زوين، اللي بعد التعب كتحسوا بدك الفرحة وكتحسوا بدك السعادة وكتحسوا بدك الراحة النفسية اللي هي لا تقدر بثمن. فكنقول لكم ألف مبروك النجاح أحبائي أعزائي، ألف مبروك على الفوز، ألف مبروك على هذا النجاح الرائع. كنقول لكم أقدم لكم باقة ورد كتعبر على الشعور ديالي الدخلاني، اللي كعبر على السعادة والفخر بالنجاح ديالكم والتميز ديالكم. أنتم رائعون، دائما كنقول لكم أنتم من الروعة بمكان، عندكم بزاف ديال الطاقات، عندكم بزاف ديال القدرات، عندكم بزاف ديال الذكاءات، خاصكم تعرفوا تستعملوها، وأكيد ملي كتعرفوا تستعملوها كتنجحوا وكتوصلوا المنشود وكتوصلوا الأشياء اللي أنتم كتبغيوها. فاحنا كنعبر لكم ك يعني فريق او طاقم تربوي، كطاقم اداري، كذلك الاباء، كذلك الاصدقاء، كذلك العائله والاحباب، كنعبر لكم على الفرحه ديالنا والتهاني ديالنا للتوفيق ديالكم. وكنقول لكم يا رب انكم
تبقوا دائما على إصرار وعزيمة على هذا النجاح هذا اللي ما خاصكمش يعني تنزلوا عليه. دائما تكونوا ناجحين، تكونوا ناجحين في حياتكم، تكونوا ناجحين في قرايتكم، تكونوا ناجحين في أي حاجة كتمسكم. قلبنا معاكم، ولا يعني ما نمكنش فقط غادي نبارك لكم النجاح، ولكن كاين إخوان ديالكم اللي هما إما كانوا عندهم ظروف أنهم رجعوا يعني اضطروا أنهم يدوزوا استدراكية، أو لأنهم ما وجدوش مزيان وما وصلوش المعدلات اللي بغاو وتا هما غادي يديروا استدراكية، أو للي كانوا عندهم تعثر وما عرفوش كيفاش يعملوا ويعني وما قدروش أنهم يوصلوا للمعدل اللي بغاو فتعطت لهم استدراكية. فهذوك المستدركات والمستدركين كنقول لهم ان جامي ترو طار، باقي عندكم الوقت في تستدركوا. ما سموها استدراكية حتى هما كيقصدوا بها انكم قادرين انكم تستدركوا، راكم كلكم طاقة، اذا بغيتوا راكم غادي توصلوا. فما تبدلوا شوية المجهود، زيدوا ضعفوا الجهود، زيدوا خدموا شوية، الله سبحانه وتعالى يوفقكم وتاخذوا الباك ديالكم، لان راه هو المنفذ لا بزاف ديال يعني يعني الافاقات كثيره. يعني انك ملي كتبغيو توصلوا ضروري خصكم داك البوابه اللي هي البكالوريا. كنتمنى لكم التوفيق من كل قلبي ان شاء الله في الدوره الاستدراكيه، وكنتمنى انكم تفرحونا تنتوما بحال اللي فرحونا تلمدات ديال الدوره العاديه. دمتم موفقين، دمتم متميزين، دمتم في حفظ الله ورعايته. ماماكم امل كتقولكم برافو عليكم وفخورة بكم، وباسم كل الأمهات ديال المغرب بأكمله، وحتى نقولوا العالم بأكمله، لأن البكالوريا راه كتدوز في العالم بأكمله. فكنقول لكم مبروك عليكم من كل قلبنا، وكنتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا. مع السلامة.